أطلقت منطقة سوهاج الكاراتيه يوما رياضيا بمشاركة عدد من مراكز الشباب. وأوضح دكتور محمود أبو خبر رئيس المنطقة للكاراتيه بأن الفعالية الرياضية لمختلف الأعمار والفئات، وأن المسابقة التنشيطية تهدف إلى تنمية مهارات لاعبي الكاراتيه فنيا وبدنيا لتكوين فريق للموهوبين والواعدين يمثلون المحافظة في كافة المحافل الرياضية المحلية والقومية. التفاصيل في تقرير الزميلين خالد المشنب وساهر المنتصر. تواصل منطقة سوهاج الكاراتيه تنظيم الفعاليات الرياضية لمختلف الأعمار والفئات بنين وبنات، ويأتي اليوم الرياضي بمشاركة عدد من مراكز الشباب في البطولة التنشيطية على مستوى مراكز سوهاج. وأشاد الدكتور محمود أبو خبر رئيس منطقة سوهاج الكاراتيه بمجهودات أعضاء مجلس الإدارة، كابتن محمد مهدي رئيس لجنة المدربين، والكابتن أحمد شحاتة رئيس لجنة المسابقات. وأضاف الكابتن علاء القاضي رئيس لجنة الإعلام بمنطقة سوهاج بأن المسابقة التنشيطية تهدف إلى تنمية مهارات لاعبي الكاراتيه فنيا وبدنيا فرديا وجماعيا كاتا وكوميتيه. نشاط الاتحاد المصري للكاراتيه والحفاظ على مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، قامت منطقة سوهاج للكاراتيه بتنظيم البطولة التنشيطية للبنين والبنات. طبعا اليوم عملنا منطقة سوهاج نظمت حاجة جميلة جدا، ثلاث مستويات فنية. المستوى الأول اللاعب المبتدئين الحزام الأبيض والأصفر والبرتقالي، المستوى الثاني اللاعبين الممارسين الحزام الأخضر والأزرق، المستوى الثالث والأخير الحزام البني والأسود. عملنا ثلاث مستويات للمستوى الفني على أساس إن ما يبقاش لاعب حزام أبيض يتبارى أو يتنافس مع لاعب حزام أسود أو العكس، فخلينا الثلاث فئات الفنية لأن كل لاعب ياخد حقه في هذه البطولة. طبعا جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين حصلوا على شهادات تفوق رياضي وميدالية، جميع اللاعبين مركز أول وثاني وثالث، فطبعا كان مستوى جميل جدا ومستوى فني رائع الحمد لله رب العالمين. ونشكر جميع المراكز الشباب والأندية اللي شاركت معانا النهاردة. عدد اللاعبين النهارده 370 لاعب ولاعبه، طبعا دي حاجه جميله وتنافس شريف. طبعا بعد هذه البطوله هيبدا الاستعداد، بعضهم هيدخل في معسكر للموهوبين والواعدين، وبعضهم لسه ما خدش الحزام اللي هو المناسب للمشاركه في البطولات، ولكن بتكرار هذه البطولات بيعمل على رفع المستوى الفني والبدني للاعب واللاعبه. طبعا انا بشكر قناه طيبه الجميله اللي هي دايما معانا واقفه معانا في جميع البطولات والمحافل الرياضيه. مهرجان رياضي كبير لبطوله الكاراتيه التنشيطيه، وذلك تحت رعايه مجلس اداره منطقه سوهاج الكاراتيه بقياده الدكتور محمود سيد ابو خبر والساده اعضاء مجلس الاداره، بحضور عدد لفيف من المدربين، تحكيم منطقه سوهاج الكاراتيه حكام المنطقه، تنظيم لجنة المسابقات بقيادة الكابتن أحمد شحاتة. كل الشكر والتقدير للإخوة الأفاضل المدربين منطقة سوهاج الكاراتيه على التعاون الملموس وعلى العطاء لأبنائهم من النواحي الفنية. البطولة تشمل عدد 150 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية، بنين وبنات كاتا وكوميتيه. في مراحل سنية بتبدأ من مرحلة 6 سنوات حتى مرحلة فوق 18 سنة رجال بجميع المراحل السنية. تمنياتنا بالتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات كاتا وكوميتيه في جميع المراحل وجميع الاوزان. النهارده في عرس رياضي كبير داخل محافظه سوهاج تحت مظله الاتحاد المصري للكاراتيه، وبطوله كبرى تنشيطيه تضم اكثر من 250 لاعب ولاعبه من مختلف الاعمار السنيه. شهدنا الكثير من المواهب في البطوله. المواهب طبعا البطوله التنشيطيه بتفرز مواهب تضم المنتخب الموهوبين. منتخب الموهوبين بمحافظة سوهاج طبعا نشكر عليه الاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة محمد محمود الدهراوي على دعمه لمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج على الدعم الكامل لمنتخبات الموهوبين وإرسال مدربين لهم في منتخب الموهوبين. نشكر الجميع على المشاركة النهاردة، وطبعا أفرز العديد من اللاعبين واللاعبات وحصلوا على المراكز الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى السادسة، طبعا خدوا شهادة مشاركة وميداليات تكريم. مجهود جبار من لجنة المدربين بقيادة كابتن محمد مهدلي والكابتن
احمد شحاته رئيس لجنه المسابقات، كله على بيخدم الرياضه طبعا، خاصه لعبه الكاراتيه انتشرت في محافظات الصعيد وقراها. وتكوين فريق الموهوبين والواعدين يمثلون سوهاج في كافه المحافل الرياضيه المحليه والقوميه. سوهاج خادم مشنب لقناه طيبه.